هو السؤال هنا بالإشارة للكلام اللي احنا قلناه من شوية عن الأخ بايدن الذي يعني يلملم أوراقه وخلاص ساعاته الأخيرة في البيت الأبيض خلال أسابيع، يعني يبدو أنه سيخرج حتى خالي الوفاض، حتى الإنجاز الذي اعتبره إنجاز قبل أن يتم ويترك البيت الأبيض، يبدو أن نتنياهو سيحرمه حتى من هذا الأمل الضعيف. يعني دعني أفسر بعض جوانب الصورة. احنا ختمنا الجزء الفائت من بانه هل سيغير شيئا في نتنياهو؟ لا، انا اريد ان افرق بين تغيير شيء في عقيدة نتنياهو وتغيير نتنياهو نفسه. تمام. اعتقد انه فكرة تغيير نتنياهو تبدو اكثر امكانا من تغيير عقيدة نتنياهو. ازاي؟ حكومات في اسرائيل عموما لو نلاحظ في السنوات الاخيرة قبل 7 اكتوبر حتى، انت عندك 5 انتخابات مبكرة جرت. يعني ايه؟ يعني ما حدش بيكمل المدة. فكرة التفتيت والحاجة الى حلفاء ولا اخره اصبحت سائدة، ونتنياهو يلعب على هذه التناقضات. باختصار يعني انت عندك جماعة من الصبيان، نتنياهو بينهم يبدو الاكثر حكمة والاكثر حرفية. في خلال 5 سنوات خرج نتنياهو لبعض الوقت من الحكومة وأصبح يائر لبيد مثلا رئيسا الحكومة، وهو يسمى الآن زعيما للمعارضة. مظبوط. وبعد ذلك نفتالي بينت اللي هو كان زعيم حاجة اسمها كان لبعض الوقت رئيس للوزراء، لكن دول كلهم خدوا أوقات قصيرة جدا، ثم عاد نتنياهو ليؤلف الصيغة الحالية. مما تتألف الصيغة الحالية؟ تتألف من تبقى من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وهو تاريخيا مورد علماني. يعني انا اسف، الشرح اللي حضرتك بتقوله ده عن فكره نتنياهو اللي هو طبعا بيلعب بالبيضة، يعني مدح هنا في نتنياهو ليس تقديرا ولا اعجابا به، لكن هو الحقيقه شاطر في لعبه خلط الاوراق واللعب الصبيه اللي الدكتور ابراهيم قال عليه ده، بس ده معناه انه هذا المستر اكس ده لن يموت. لا سيموت، لانه يعني في الفيلم لا يموت. عندنا مثل في مثل شعب يقول لك الحجر الداير لابد ان لطشه، هو حجر داير وهو اتلطش في حاجة لا قبل له بالتحكم في مصائرها. يعني اللي بيلعب لعبة عارف هينهيها ازاي. صح. هو لا يستطيع انهاء اللعبة لصالحه. ايه اللعبة؟ اطلاق حرب، شياطين حرب بلا نهاية. مفهوم. فهو يصنع جحيما سيحترق فيه. تمام. ليس من داخل الصيغة، من خارج الصيغة نفسها. مفهوم. بمعنى اكثر وضوحا، انت دلوقتي عملت اللي عملته في غزة ومع ذلك لم تصل الى الاهداف، سواء الاهداف الظاهرة او الاهداف المضمر. 2، ذهبت بما فعلت في غزة الى الضفة الغربية لكي تفعل، والضفة الغربية اوسع مساحة من غزة واكثر سكانا والى اخره، وانت تشعل فيها بالمقابل نقيضك اللي هو المقاومة. في الاول خالص شوف المشاهد اللي جاية من الضفة الغربية، من شمال الضفة الغربية، من جنين ومن طولكرم ومن طوباس ومن الخليل فيما بعد، تجريف كامل للشوارع، خلع لكل حاجة، خلع لكل مظاهر الحياة وموارد الحياة. نعم. ايه اللي حصل بالمقابل؟ ان الضفة التي كانت تبدو هادئة لـ30 سنة فاتوا، واللي كان اخر اجتياح لها عمله شارون سنة 2002 اللي هو عملية السور الواقي، تعود الى الاستيقاظ على ايقاعات المقاومة. فبتجد عمليات جريئة جدا جرت سواء في جوش عطسيون او في كرمي تسور، او بعد كده في العملية اللي عملها واحد كان بيشتغل قبل كده في حرس الرئاسة الفلسطيني وقتل فيها 3 ضباط شرطة. طبعا. اسرائيليين. ده بنفسه بيعود على الداخل الاسرائيلي باحساس، بمزيج من الاحساس بالرعب، انت عملتوا ايه؟ ده حتى الضفه اللي كانت هدت شويه وبدانا نعمل فيها استيطان، ففزنا بالاستيطان من 100,000 الى 700,000 خلال فتره اسلو بتولع. صح. فهو هنا يوقظ بالمقابل العناصر التي تقضي على الفكره، ومن هنا ما اشرت اليه الفارق بين الرغبات والقدرات. هناك شعب اخر لم يقصر في طلب حقوقه رغم ان كل السياق العربي والسياق الدولي ضده، وطبعا السياق الاسرائيلي. صح. طيب انت هنا ماذا تفعل؟ انت ليس لديك اي تصور لغلق الموضوع،
رفضت فكرة الدولة الفلسطينية، طيب مالكوش. رفضت فكرة أي كيان فلسطيني، مالكوش. رفضت فكرة إنه عباس أحسن من حماس فهاتوا عباس لغزة، مفيش. فأنت دلوقتي وهذه الفكرة اللي عند نتنياهو ليست جديدة، له كتاب اسمه مكان تحت الشمس في التسعينيات كان يقدم به نفسه لعالم السياسة الإسرائيلية، بيرفض فيه نفس الفكرة إنه أوسلو لابد من القضاء عليها من داخلها وإلى آخره. ماذا جرى في أوسلو؟ إيه في واحد أي واحد فلسطيني هيدافع عن أوسلو إزاي دلوقتي؟ ما أنت مش تارك لك صديق ولا عدو أهون من حماس. انت بتحول كل الناس الى حماس بالتحرك الخشن المتعجرف الوحشي اللي انت بتعمله، لان انت متصور ان انت بكده بتقضي على حاضنة المقاومة، فانت لا تفهم الشعب الفلسطيني. كلما زادت هذه الغلظة وكلما استبدلت 750 حاجزا عسكريا اللي انت حاططه في الضفة الغربية بهذا الاجتياح على طريقة غزة، ستخلق لك مقاومة غزة، انت تخلق لك نقيضة. ومن هنا بتتحول فكرة القضاء على الفلسطينيين الى حرب استنزاف لإسرائيل.